مساء الخير متابعي طقس العرب، نستعرض وإياكم تفاصيل الحال الجوي المتوقع على المملكة خلال الساعات القادمة وأيضا خلال يوم غد بحول الله. نبدأ نشرتنا بتوقعات الجوية على العاصمة عمان خلال الليلة الحالية، حيث يتوقع أن يكون الطقس بارد بشكل لافت، 3 درجات مئوية فقط هنا في العاصمة عمان، مع فرصة لتشكل الضباب الخفيف بسبب الرطوبة العالية حوالي 99% هنا في العاصمة عمان. درجة الحرارة المحسوسة باردة بشكل لافت، درجة واحدة تحت الصفر يتوقع أن تسجلها الحرارة الملموسة هنا في العاصمة عمان. ننتقل وإياكم تفاصيل الحالة الجوية في باقي محافظات المملكة اليوم غد بحول الله، حيث تبدأ المملكة تتأثر ببداية منخفض جوي جديد، حيث تكون فرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار في كل من إربد وجرش والمفرق وعجلون، 9 درجات مئوية فقط في إربد، 7 درجات مئوية في عجلون، 8 درجات في الجرش، المفرق 9 درجات مئوية. ننتقل وياكم إلى التوقعات الجوية في المنطقة الوسطى، العاصمة عمان 7 درجات مئوية، السلط 9 درجات مئوية، الزرقاء 10 درجات مئوية، مأدبة 8 درجات، البحر الميت 15 درجة مئوية. ننتقل وياكم المنطقة الجنوبية، حيث تبقى بعيدة عن تأثيرات المنخفض الجوي خلال ساعات نهار يوم غد بحول الله، لكن تبقى الأجواء باردة بشكل لافت، 5 درجات مئوية فقط في الكرك، 6 درجات مئوية في الطفيلة، 5 درجات أيضا في الشراه، في مرتفعات الشراه طقس بارد بشكل لافت، معان 7 درجات مئوية وطقس بارد نسبيا في العقبة حوالي 19 درجة مئوية. ننتقل وياكم للتوقعات الجوية في المنطقة الشرقية بحول الله، حيث تنشط الرياح على منطقة الصفاوي 11 درجة مئوية في كل من الصفاوي وورويشد، أيضا منطقة الأزرق حوالي 12 درجة مئوية كحرارة عظمى، 6 درجات مئوية كحرارة دنيا. كان هذا كل ما لدينا لحد الساعة، إلى اللقاء.